جميل، هذا سؤال شيق، وهو أيضا استمرارية لما كنت أذكرها أن هناك أسباب تاريخية، أسباب ديموغرافية، والسبب ربما الثالث يرجع إلى التغيير الهيكلي الموجود في وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. في تغيير جوهري حدث في السنوات الخمس الماضية مع نمو تيك توك، لأن تاريخيا المؤسسات الأمريكية التي تتمكن وتفرض نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي، يوتيوب أمريكي وإنستغرام أمريكي وفيسبوك أمريكي وتويتر أمريكي، كل هذه أمريكية. نعم، ونحن نعرف حاليا أن الحكومة الأمريكية، وهذه الآن في المحاكم الأمريكية، تفرض سياسات معينة على وسائل الإعلام هذه، يعني تفرض ما الذي يجب، مع أنه نظريا يقال هناك مطلق الحرية، لكن نحن نعرف حسب الملفات التي قرأناها أن الـ FBI والـ CIA التي تفرض بعض المواقف على هذه الوسائل، ما الذي يعرض وما الذي لا يعرض. وتيك توك ليست أمريكية، والنمو هائل في السنوات الخمس الماضية. لو شفت الأرقام، فيسبوك هو الأول، هم حوالي قرابة 3 بلايين شخص، بليون شخص يستخدمون فيسبوك في الشهر، ويأتي في درجة ثانية يوتيوب حوالي 1.5 مليون مستخدم نقول في الشهر. الآن تيك توك 1 مليون مستخدم في الشهر، لا عالميا، نعم 1 بليون مستخدم في الشهر. في الولايات المتحدة هناك 170 مليون، نعم 170 مليون، يعني أكثر من نصف السكان، بالأخص بين الشباب. وتيك توك كما تعرف إذا كنت من المستخدمين، ليست سياساتها تختلف عن سياسات فيسبوك ويوتيوب. معظم ما نعرفها أو نراها من الصور عن فلسطين تأتي عبر تيك توك وليس عبر فيسبوك أو عبر يوتيوب، لأن التيك توك الفلسطيني الآن يستطيع أن يجلس في غزة أو في أي محل في فلسطين ويصور ويعرض مباشرة بدون أن يكون هناك جهة ثانية تتحكم فيها. من قبل فيسبوك قد تختار ما يعرض وما لا يعرض أو تقفل الحساب، لكن الآن مستحيل. أنت ممكن ما يحدث الآن في رفح تراها مباشرة عن طريق تيك توك. وقنوات أخرى عربية مثل الجزيرة ومثل أيضا تستخدم تيك توك. معظم الناس ينظر فيما يأتي عبر الجزيرة لتمكن الجزيرة من وضع قطع من إنتاجها في تيك توك. نعم، إذن التيك توك يؤثر له أثر مباشرة بين الشباب. والميزة العليا، الميزة التي تفرق بين تيك توك وفيسبوك ويوتيوب، أن التيك توك له حضور واسع وسط الشباب، أن معظم الشباب الأمريكي يستخدم تيك توك أكثر مما يستخدم فيسبوك أو يوتيوب. نعم، هذه الميزة الثالثة أفتكر التي تمكن عبرها الفلسطينيون من إيصال رسالتهم أو معاناتهم إلى الشعب الأمريكي وإلى الشارع الأمريكي وإلى الجامعات.